بورديم ترفعها فوق الجدار وتليب المدرجات. بورديمو ترفعها فوق الجدار وتليب المدرجات، وفعلت أيها الفنان في الأوقات الصعبة والحرجة. جاء بورديم بكرة ثابتة رائعة لمتري دقيقة على طريقة الكبار. بورديم يفتتح باب التسجيل، سيكون واحد من أغلى الأهداف وأجمل الأهداف لبورديم، سيبقى حتما هدف في الذاكرة في التاريخ لكل هذه الجماهير، لأنه أول هدف لشبيبة الثورة في كأس رابطة أبطال إفريقيا. كم أنت رائع يا بورديم. الآن نشوف وجه آخر من ضمن الشبيبة بعد هذا الهدف. أخ كريم، كما قلنا لما كانت شفنا بورديم وقف امام الكره عرفنا باللي بورديم هو اللي راح يسجل. لاعب يشعر، واحنا شعرنا بقلوبنا لاننا اليوم ليست شبيبه الثوره وليس الجنوب الجزائري فقط بل كل الجزائر اليوم. دعنا يا سيد نستمتع بهذا الهدف بروعه، بدقه، بالمليمتر، بالمهاره، بالمتعه، بكل شيء. ان صعدت يلا يلا الحارس بدا يتفرج ويتوي.